الخمسينات التي اتخذها السيد الرئيس في سبيل تعزيز هذه الحركية الاقتصادية. المؤسسات ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والعمومية، السادة رؤساء الدوائر، تعنيه كلمة شهيد لهذا. أردنا أن نجعل هذا اليوم أولا عنده الطابع التاريخي نتاعو المميز ذو الرمزية العالية، ولكن كذلك حاولنا أن نبرز السياق العام الذي نحتفل به هذه السنة من خلال إبراز المكاسب التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية. فذكرى تعزيز مكاسب العمال يقابلها مكاسب أخرى ثمينة تحققت خلال هذه الفترة.